وهذا يسأل عن قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية في سورة الأحزاب تصنيف للناس، من الناس من هم كذا ومن الناس من هم كذا. وهذه الآية في صفة الأخيار الذين عاهدوا الله أن يبذلوا أنفسهم وأرواحهم في نصرة الإسلام، ومن هؤلاء أنس بن النضر، كان قد غاب في بدر فآلمه ذلك أشد الألم، وحلف لئن حانت مناسبة أخرى ليرين الله ما يفعل من جهادهم في نصرة دينه. فلما جاء يوم أحد برز هذا الرجل الشجاع، وكان له أثر عظيم في القتال، ولما انكشف المسلمون رجع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي أحد الصحابة فقال: إلى أين؟ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم قاتل واستبسل رضي الله عنه، ودافع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقتل وقد رؤي في جسده قرابة 80، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو غير ذلك، ونزلت فيه وفي إخوانه الذين صدقوا هذه الآية. ومن الأصناف التي ذكرتهم هذه السورة أناس من المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار أبدا، وكان عهد الله مسؤولا، ولوا الأدبار وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ووقع بهم ما وقع. ولهذا قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، رحمة الله واسعة، رحمة الله، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم. نعم.